وإلى مدار البرلمان، حيث نرحب بزميل الصحفي في I24 نيوز عمر ربيع. مرحبا بك عمر. أمور كثيرة كانت على جدول الكنيسة لهذا الأسبوع. كان هناك الحديث عن أن صادقت اللجنة الداخلية للكنيسة على مشروع قانون اقتطاع مخصصات الأسرى الفلسطينيين من ضرائب السلطة الوطنية الفلسطينية. هذا القانون يأتي بعد ضغط كبير من المجتمع الإسرائيلي وعائلات العائلات الثكلة الإسرائيلية التي ضغطت على الحكومة الإسرائيلية من أجل اقتطاع هذه الرواتب التي تمنحها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين الذين يقبعون خلف أو في السجون الإسرائيلية أو عائلات منفذي العمليات من الفلسطينيين الذين قضوا برصاص الأمن الإسرائيلي. وكما ذكرت مهند، هذا القانون مر في اللجنة الداخلية وجودة البيئة البرلمانية في الكنيسة بعد أن صادقت عليه لجنة التشريع الوزارية. وعليه فإن هذا القانون هو ليس مبادرة شخصية من أعضاء الكنيسة، بل هو يعني قانون حكومي الذي يدفعه وأحد أعضاء هذه الحكومة، ألا وهو وزير الأمن وزعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان. وبحسب المعطيات الإسرائيلية أو ما تدعيه إسرائيل والولايات المتحدة اللذان تمارسا الضغط على السلطة الفلسطينية من أجل عدم إعطاء هذه الرواتب للفلسطينيين، يعني بحجة أنها تحفز وتشجع على ما يقولونه أنه الإرهاب. بحسب هذه المعطيات فإن السلطة الفلسطينية تدفع 7% من مخصصات ميزانيتها العامة لهذه الرواتب، وهو ما يعادل أكثر من مليار شيكل. هذا القانون يعني لن يسن إلا بعد أن يمر على إلا بعد أن يمر في القراءات الثلاث كما هو متبع في الكنيسة على الهيئة العامة في الكنيسة. بحسب المصادر الإسرائيلية في البرلمان الإسرائيلي الكنيسة، هذا القانون يعني له حظوظ كبيرة بأن يمر. نعم. كما قلت لك، في ضد دعم الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لهذه وأيضا الأحزاب داخل الكنيسة والحكومة، هناك إجماع عليه. نعم. نقطة أخرى وقضية أخرى، وهي عودة طرح لقانون أو مشروع قانون المؤذن بصيغة هناك مناصفة بأنها مشددة. أكثر تشدد. صحيح. هذا القانون هو ليس قانون، هو تعديل قانون. نعم. على قانون الضجيج في السابق، أو دعني أن أؤكد مهند كما أكدته سابقا في حلقة سابقة أعتقد، أن هذا القانون يعني ليس لديه الحظوظ الكبيرة لكي يمر لسببين. معارضة النواب العرب من القائمة المشتركة على هذا القانون، وأيضا معارضة الحريديم أعضاء الكنيسة اليهود المتدينين الذين يعني يخشون من أن يؤثر هذا التعديل هذا القانون على يعني دعوتهم أيضا هم للصلاة من الكنس. الصيغة المشددة الجديد في هذا التعديل هو يعني يمنح الشرطة الإسرائيلية صلاحية بأن تداهم دور العبادة وهي المساجد من أجل مصادرة مكبرات الصوت، وأيضا إلحاق أو تغريم هذه المساجد بمبالغ طائلة على شكل يعني غرامات. اللجنة الداخلية وجودة البيئة في الكنيسة يعني سيعرض هذا القانون على هذه اللجنة، ومن ثم سيتحول إلى الهيئة العامة. نعم. في الكنيسة. قضية أخرى وهي أثارت لربما جدل واسع في الأوساط السياسية مؤخرا، كان هناك مشادة كلامية ما بين روني الشيخ مفتش الشرطة الإسرائيلي حول كل شبهات قضايا. هي ليست يعني مشادة كلامية بين روني الشيخ وأعضاء الكنيسة، هي حسب رأيي كانت مشادة كلامية بين أعضاء الكنيسة من اليمين. نعم. واليسار أو الائتلاف والمعارضة إن صح التعبير، مع كثرة الحديث عن ملفات الفساد التي تلاحق بنيامين نتنياهو على ما يبدو، وضع مفتش العام للشرطة الإسرائيلية الفريق دون الشيخ نفسه في يعني في لب الصراع والزوعة حين يعني أجري معه مقابلة في التلفزيون الإسرائيلي. هناك يعني فتح النار كما يقول الإسرائيليون على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وقال إنه يعني يؤجر محققين خاصين
من أجل المتابعة ومراقبة محققي الشرطة الذين يتولون التحقيق في ملفات هذه في الملفات الفساد التي تلاحق نتنياهو. نتنياهو طبعا لم يقف مكتوف الأيدي وتوجه إلى الإسرائيليين عبر المنبر المفضل لديه وهو موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهاجم روني الشيخ، ومن ثم يعني استدعى رئيس لجنة الداخلية البرلمانية في الكنيسة يوآف كيش وهو مقرب من نتنياهو يعني الشيخ من أجل الاستماع لأقواله ولربما يعني لتوبيخه إن صح التعبير. طبعا أعضاء الكنيسة من المعارضة تصدوا لهذه الحملة على روني الشيخ، وشهدت هذه الجلسة يعني مشادات كلامية كما ذكرت بين أعضاء الكنيسة، ما اضطر كيش لإبعاد وطرد عدد كبير من أعضاء الكنيسة. نعم، عمر ربيع الزميل الصحفي في آي 24 نيوز، شكرا جزيلا لك على نقل المدار البرلماني لهذا الأسبوع.